المقاومة تؤمن الطريق الساحلي وتقيم نقاط تفتيش على امتداد الخط، والميليشيات تتخذ المدنيين دروعا بشرية. معاناة المواطنين في الشريط الساحلي لميدي جراء إلغام الميليشيات ومنع الغذاء والدواء على السكان. هلع وخوف تعيشه الميليشيات يصل حد انتهاك الفنادق والمستشفيات وحذف القنوات المناهضة لها. الثالثة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء، من عناوين النشر إلى تفاصيلها مرحبا بكم. جماعة الموت الحوثية لا تجيد سوى الخراب والدمار وقتل النفس التي حرم الله. أهالي محافظة الحديدة في عهد الميليشيات بين الموت جوعا أو قتلا، حيث تتعمد تفخيخ مناطقهم السكنية واحتلال منازلهم وعدم السماح لهم بالنزوح لاتخاذهم دروعا بشرية في حربها العبثية ومعركتها الخاسرة التي تحاول جرها إلى داخل مدينة الحديدة. أكد ناطق المقاومة الوطنية العميد صادق دويت تأمين الخط الساحلي بعد تطهيره من ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أن الميليشيات تضحي بعشرات المغارر بهم الذين يتسللون إلى أطراف مواقع قوات المقاومة بهدف التقاط صور هنا أو هناك. تمكن الميليشيات من الترويج لانتصارات وهمية للتغطية على خسائرها وانهياراتها المتواصلة، مشيرا إلى أن الميليشيات زرعت ألغام في المدارس والمستشفيات وأوقفت الخدمات الأساسية واستولت على منازل المدنيين في الحديدة، وهو ما جعل معركة الحديدة تصبح ضرورة إنسانية. من تمشي تجري الإمدادات بسلاسة، القوات الموجودة في جنوب الحديدة تصلها يوميا الإمدادات، كذلك التي في الدريهمي والتي في الجاح. هناك نقاط مراقبة ورصد على امتداد هذا الخط بالكامل، ترصد أي تحركات وتتعامل معها. انطلقت العمليات التي انطلقت قبل يومين لمديرية التحيتة والفازة، طهرت هذه الجيوب وهذه الأوكار، والعمل مستمر، المراقبة مستمرة، لكن الخط بالكامل آمن. تتعمد ميليشيات الحوثي الإرهابية تفخيخ الأحياء والمناطق السكنية بالحديدة واتخاذ المدنيين دروعا بشرية في حربها العبثية التي تحاول إشعالها داخل المدينة. مصادر محلية أكدت أن ميليشيات الحوثي تقوم بتخزين الأسلحة المختلفة داخل المباني والفلل السكنية في مدينة الحديدة، فضلا عن حفر خنادق داخل الأحياء السكنية والتمترس فيها، مما يهدد حياة سكان الحي الذي تمنعهم الميليشيا من مغادرة تلك الأحياء وتستخدمهم دروعا بشرية. وكان عدد من الناشطين في الحديدة وجهوا نداء إنساني طالبون فيه بإنقاذ حياة ساكن الأحياء المجاورة للمستشفى العسكري، مؤكدين من لم يمت جوعا يموت قتلا نتيجة تخندق عصابات الحوثي الإرهابية في أوساطهم، حيث يعاني السكان من مأساة إنسانية ونفسية بالغة الخطورة ناجمة عن ترهيب الحوثي والانتهاكات الصارخة في حقهم. ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في الحديدة عبد الوهاب المران ليطلعنا على جديد ما يدور في هذه الجبهة. مرحبا بك يا أخ عبد الوهاب. أهلا وسهلا، أحييك مجددا، ما الجديد لديك خلال الساعات الماضية؟ نعم، الجديد التمشيط مستمر في الطريق الساحلي وتطهير مستمر من قبل الأبطال وتأمين المواقع التي كانت تحاول تلك الميليشيات التسلل إليها. هناك وحدات تتسلم، وحدات التأمين من وحدات التطهير، كل الأجزاء التي تم تطهيرها في الساعات الماضية صوب المناطق التي تتسلل منها تلك الميليشيات، مثلا صوب مناطق الوجان الرابطة مع الفازة، وتم تأمينها من قبل الأبطال مع المزارع الكبيرة الشاسعة التي تتخندق بها تلك الميليشيات وتطهيرها. هناك رفض الجبهات للأبطال من حراس الجمهورية ومع أخوانهم من علوية العمالقة وقيامة، ورفض كل المناطق التي تم تأمينها وتسليمها لوحدات التأمين. هناك في منطقة الجليس تم تأمين مواقع مهمة واستراتيجية وتم رفضها بوحدات التأمين، ثم قامت وحدات التطهير والاقتحام بواجبها في المناطق الأخرى التي لا تزال تلك الميليشيات تحاول التسلل منها. منطقة الجاحية الأخرى بيت البقيه، وحدات التأمين تتسلل من وحدات الاقتحام المناطق التي تم تطهيرها من رجز
تلك الميليشيات. هناك انتصارات كبيرة يحرزها الأبطال على امتداد الطريق الساحلي ووضع نقاط للتأمين ووضع مواقع استراتيجية لمراقبة تحركات تلك الميليشيات. الميليشيات الآن في آخر نفس في انهيارات كبيرة في صفها، تعود على المدنيين، تقطع الشوارع في مدينة الحديدة، تتخندق جوار الفنادق، تملأ الفنادق بالناقلين، تمنع المواطنين من النزوح من الشوارع التي تحاول تلك الميليشيات وضعها حرب شوارع. هناك المواطنين يناشدوا الجميع للاستغاثة كونهم الآن مقطعة الشوارع مقطعة والميليشيات تمنعهم من الخروج والنزوح، تجعلهم كدروع بشرية. الميليشيات الآن ليس لديها أي شيء إلا الاستسلام أو القتل، ولكن تحاول أن تجعل المواطنين كدروع بشرية نظرا لإخلاق الجيش العامية وحول منع الدخول إلى الأحياء السكنية لمراعاة الأبرياء والمواطنين حتى لا يضرهم سوء. والميليشيات الآن تحاول جر حرات الجمهورية وأمنية العمالقة وأمنية التهامة إلى حرب شوارع من أجل تجعل المواطنين كدروع بشرية، لكن الصورة توضحت. الأبطال سيقوموا بعمليات نوعية تجنب الأبرياء الدماء وسفك الدماء وتجنبهم أي مكروه. نعم أشكرك مواصلنا. نعم تفضل أخ عبد الرحمن. نعم هناك يومنا هذا نزل الفريق الهندسي لتوعية المواطنين في بعض الأحياء السكنية وتدريب مواطنين وأعيان وشخصيات اجتماعية من مشاركة مع منظمات المجتمع المدني وشرح لهم مخاطر الألغام والعبوات الناتجة وتعليم بعض الأشخاص للتعامل مع بعض العبوات والتي تزرعها الميليشيا. هناك خطوات كبيرة يقوم بها الفريق الهندسي للتوعية وتوعية المواطنين في أشكرك أخ عبد الوهاب. نعم مراسلنا في جبهة الساحل الغربي والحديدة الزميل عبد الوهاب نمران كنت معي عبر الهاتف. فشلت ميليشيات الحوثي في حشد مقاتلين من مديرية معبر لإرسالهم إلى جبهات الساحل الغربي التي تتكبد فيها خسائر فادحة بالرغم من إلزام المحافظ المعين من قبل الميليشيات والمشرف الأمني كل شيخ بحشد 50 فردا، إلا أن المشايخ أبلغوهم بعجزهم عن حشد مقاتلين لرفض القبائل الزق بأبنائهم في محارق الموت الحوثية. يتواصل الرفض الشعبي في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الزج بأبنائها في محارق الموت الحوثية المنهارة التي يحقق فيها أبطال القوات المشتركة والحكومية انتصارات نوعية ميدانية. حجم الانهيار الذي وصلت إليه عصابة الميليشيا الحوثية يؤكد استمرار نزول متابعة اللجان التي ترسلها إلى المديريات والقرى لمساومة ضباط وأفراد القوات المسلحة وتخييرهم بين العودة إلى العمل تحت قيادة هذه العصابة أو التنازل عن رتبهم وأرقامهم العسكرية. قبائل معبر وجهران تنضم إلى ركب القبائل اليمنية الأصيلة التي ترفض الزج بأبنائها في أتون المعارك الخاسرة التي تخوضها ميليشيات الموت، كما أن هناك صفافا شعبيا واسعا مع تعزيز الانضمام لقوات المقاومة ضد الميليشيات الحوثية الإجرامية. أبناء اليمن وقبائله يشكلون رافدا كبيرا يعز قدرة المقاومة الوطنية على حسم المعركة ضد ميليشيات الحوثي الظلامية. الحوثيون يستشعرون الهزيمة وأصبحوا يبحثون عن دعم قبلي لتعويض خسائرهم في الجبهات وعودة أبناء القبائل داخل توابيت، وهو ما صعد من نزعة الكراهية في أوساط القبائل اليمنية. وتعاني الميليشيات الحوثية من صعوبة في التحشيد لجبهات القتال بعد مقتل أعداد كبيرة ممن يتم الزج بهم في المعارك التي لا يجني منها المواطنون سوى صور لقتلاهم الذين قد لا يعثرون حتى على جثثهم. للوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو الكاتب الصحفي عبد الكريم المدي. مرحبا بك أخ عبد الكريم. أهلا أخي فارس بك وبالمشاهدين الأكارم. ربما آخر المستجدات يعني تفرض ميليشيا الموت الحوثية على الناس في المحافظات التي تسيطر عليها، تفرض على أبناء الوطن يعني القتال في صفوفها ومن يرفض مصيره إما الموت أو قطع كل مستحقاته والموت في منزله جوعا. أنا أعتقد بأن ما تقوم به الميليشيات فيما يخص التحشيد إلى الجبهات هذا يؤكد بأنها مفلسة ولم تعد قادرة على فرض إرادتها وكسر إرادة المواطن اليمني، وبالتالي ما على المواطن إلا أن يقف في وجهها ويرفض التحشيد
ويرفض الانخراط معها في مشروعها العبثي مشروع الموت الذي تحاول أن تكرسه على الشارع اليمني، سواء في المناطق التي مناطق الثقل أو في مناطق التماس والمواجهات في الشريط الساحلي أو في صعدة أو في البيضاء أو في مأرب أو في أي منطقة أخرى. ولهذا أنا في تصوري الشخصي بأن الرفض هو الذي يجب أن يتم بأنه الأمر المنطقي، لأن الميليشيات الآن أصبحت ضعيفة جدا وتعاني الأمرين، ومن الواجب علينا كيمنيين وكمواطنين أن نعمل على رفض هذه الدعوات ونعمل على رفض هذه المطالب التي لا تتناسب بالمطلق مع شروط الحياة ولا تتناسب بالمطلق مع مصالح اليمنيين العليا في الأمن والاستقرار والحرية والكرامة والسيادة. طيب أخ عبد الكريم، تدفع الميليشيات بأبناء القبائل وغالبيتهم أطفال إلى محارق الموت، ثم تترك جثثهم تنهشها الذئاب في الوديان. لماذا برأيك، إلى متى تستمر القبائل بدفع أبنائها إلى معارك عبثية لا ناقة لهم ولا جمل فيها؟ وبالمقابل ما هو الهدف يعني من ذلك؟ الهدف من ذلك يا أخي فارس هو استمرار الحرب، استمرار مسلسل الدماء، استمرار الموت، استمرار العبث، استمرار لا دولة. هذه الميليشيات لا تؤمن بالدولة ولا تؤمن بالتعدد ولا تؤمن بالشراكة في صناعة القرار ولا تؤمن بالشراكة في الوطن. إذا لم تكن عبدا فإنك مرفوض، وإذا لم تكن مطيعا لهذه الميليشيات فأنت مرفوض. ولهذا أنا أعتقد بأن هذه الميليشيات أصبحت تمثل نسبة بسيطة جدا جدا، لم يعد هناك أحد معها فيما يخص السلطة وفيما يخص الحشد وفيما يخص الجماهير. ومن الواجب على كل يمني حر شريف أن يقف في وجهها ويرفض التحشيد ويرفض الدفع بالمقاتلين والشباب والأبرياء والأطفال والمعاقين والسجناء إلى 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 محارق هذه الميليشيات. الهدف من التحشيد إلى الجبهات هو استمرار الحرب، استمرار اللا دولة، استمرار الفراغ، استمرار الجوع، استمرار الفقر. يا شيخ، لم يعد هناك حتى مقاعد في الجامعات، مقاعد دراسية، صارت المقاعد الدراسية محتكرة باسم هذه الميليشيات. النسبة الآن أكثر من 60% في الجامعات لهذه الميليشيات، وما بقي من 30% إلى 40% إما تنافس وإما يتم دفع فلوس والحصول على هذه المقاعد. نهبت كل شيء، أكلت كل شيء، استولت على كل شيء، استحوذت على كل شيء. ما الذي يتبقى لليمنيين لكي لا يقفوا في وجه هذه الجماعة؟ ما الذي يتبقى لنا لكي لا نثور؟ أنا أعتقد بأن كل مبررات الثورة وكل مبررة الوقوف في وجه هذه الجماعة صارت متاحة لنا وأمامنا مرأى العين. الجماعة هذه جماعة موج، جماعة خراب، جماعة كهنوت، جماعة ظلام. جماعة طيب استبداد، علينا أن نقف في وجهها جميعا. للوقوف أمام أيضا ما يجري في الحديدة، تقوم الميليشيا بحفر الخنادق وتمنع السكان من النزوح وتتخذهم دروعا بشرية فيما تغض الطرف عن كل هذه الجرائم الأمم المتحدة. برأيك أين أيضا دور بقية المنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان؟ يؤسف يا أخي فارس، يؤسف للموقف الأممي، يؤسف للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، يؤسف للمنظمات المدنية والحقوقية والإنسانية على مستوى المنطقة والعالم. لم نسمع صوتا واحدا ينتصر لمظلوم واحد في سجون الكهنوت قتل تحت التعذيب، ولم نسمع صوتا واحد ينتصر لأبناء تهامة الذين جوعتهم هذه الميليشيات طوال 3 سنوات ونصف، منعتهم من الصيد، منعتهم من ممارسة التجارة، منعتهم من الزراعة، استولت على مزارعهم، حولت حياتهم إلى خراب وركام ودمار. هذه الجماعة البائسة اليائسة المدعورة يجب أن ترتفع أصوات الأمم المتحدة والأصوات الحقوقية والأصوات الحرة في العالم، يجب أن نسمع صوتا. الأمم المتحدة متواطئة مع الأسف الشديد مع المشروع الحوثي، متواطئة مع مشروع الموت ومشروع الخراب ومشروع الدماء ومشروع الوحشية والبؤس الذي تصدره هذه الميليشيات. أنا أتمنى على الأمم المتحدة أن ترفع صوتها في وجه هذه الميليشيات، وأتمنى أن يكون مارتن غريفيث أن يتحرك انتصارا لقيام الإنسانية وانتصارا لميثاق الأمم المتحدة وانتصارا لحقوق الإنسان التي تنتهك هذه الجماعة بالطول وبالعرض في الساحة اليمنية. طيب أخ عبد الكريم، أخيرا ما هي الخيارات المتاحة أمام الأهالي ممن يرفضون الزج بأبنائهم في معارك الميليشيا، وما هي أيضا خيارات المقاومة الوطنية أمام ما يعاني أبناء الشعب اليمني في المحافظات التي تقبع بقوة السلاح لسطو الميليشيات؟ خيارات المواطنين للوقوف أمام هذه الميليشيات سلما وحربا ورفضا مطلقا للانخراط معها في هذا الموت. عليهم أن يقولوا لها بأن الشباب الذين كانوا موجودين ذهبوا إلى المحارق وماتوا،
لا يعيد الموتى، لا يستعاد الموتى، لا يحيي الموتى. الشباب انتهت ذخيرة القبائل من الشباب، نعم. وما تبقى من الشباب يذهبوا إلى المدارس ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. وأنا أعتقد بأن خيارات المقاومة الوطنية أيضا والقوات المشتركة في الساحل أن توسع فتح المعسكرات وأن تفتح الطرقات وأن تؤمن وصول المقاتلين والشباب وأفراد الجيش والأمن والمتطوعين والمجاهدين الحقيقيين بالوصول إلى الساحل الغربي وإلى معارك الشرف والبطولة في الساحل الغربي للانتفاضة الشاملة في وجه هذه الميليشيات واستمرار معركة التحرير والانتفاضة من أجل استعادة الجمهورية والحرية والديمقراطية والكرامة التي استباحتها هذه الميليشيات. على المقاومة المشتركة في الساحل الغربي أن تفتح معسكرات أكثر وفي مناطق أكثر، ونتمنى بأن يتم تسهيل وصول المقاتلين إليها كما حصل خلال الفترة القليلة الماضية التي تدفق من خلالها آلاف المقاتلين إلى جبهات القتال. أشكرك الصحفي والإعلامي عبد الكريم المبدي، كنت معي عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك. قتلت طفلة وأصيبت أخرى في مأرب بانفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات الحوثية. مصادر محلية أكدت أن طفلة قتلت وأصيبت أخرى بجروح بليغة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الألغام التي زرعتها ميليشيا الموت الإرهابية في المناطق التي تواجدت فيها، وحولت المزارع إلى حقول ألغام تخطف أرواح اليمدنيين كل يوم. حققت القوات الحكومية انتصارات نوعية في محافظتي صعدة وحجة، حيث طهرت مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ثمة معارك بطولية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، ففي محافظة حجة دحرت عصابات الحوثي أكثر من 15 كيلو متر من سواحل جنوب مديرية ميدي، فيما تواصل القوات الحكومية تقدمها وتضيق الخناق على مسلحي فئة الحوثي الباغية. وقد طهرت ميناء حبل القريبة من مديرية عبس، وهو ما يمكن القوات الحكومية من الانتقال إلى مديرية اللحية بمحافظة الحديدة لتطهيرها. العملية العسكرية بمساندة التحالف العربي تمكنت أيضا من تطهير مواقع جديدة في وادي حيران. إن شاء الله ستستمر العمليات إلى ما بعد حيران بإذن الله تعالى، وتم تطهير مساحات واسعة من وادي حيران، والآن بإذن الله الجيش ما زال يمشط مناطق للحوثيين والتقدم مستمر بإذن الله تعالى. المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة، علاوة على أسر العشرات من عناصرها بينهم قيادات ميدانية، فيما تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، منها ما هو إيراني الصنع، بالإضافة إلى زورقين حربيين. هذا الزورق أمامكم أحدى مع الحوادث. أما في محافظة صعدة فعملية قطع رأس الأفعى ضمن معركة الخلاص الوطني تشهد انتصارات نوعية، وجاري تطهير فيافي وسهول وجبال المحافظة شبرا شبرا. القوات الحكومية حققت نجاحا ميدانيا في محور علب عبر تحريرها سلسلة جبلية استراتيجية اقتربت من خلالها من مركز مديرية باقم. معارك عنيفة لا زالت مستمرة، ووفقا لمصادر عسكرية فإن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على عدة مواقع بعد معارك شرسة مع ميليشيات الحوثي استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة. المصادر أشارت إلى أن القوات الحكومية باتت تسيطر على جبال أبواب الحديدة نارياً، والتي تعد البوابة الحقيقية لمدينة صعدة مركز المحافظة. معركة الخلاص الوطني من ميليشيات الحوثي متواصلة في جميع جبهات القتال في ظل تقدم متناغم لأوفياء اليمن وانحسار مستمر لجماعة القدر والخيانة الحوثية. معاناة متفاقمة للصيادين والمواطنين في الجزر اليمنية الممتدة على شريط الساحل الليبي بمحافظة حجة، حيث أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على فرض حصار كامل على سكان هذه الجزر ومنعت عنهم الغذاء والدواء. على مقربة من شاطئ ميدي بمحافظة حجة تمتد العشرات من الجزر اليمنية المتناثرة على البحر الأحمر التي تتبع إداريا لمديرية ميدي شمال اليمن. تتميز هذه الجزر بالكثير من الجماليات التي يمتاز بها الساحل التهامي،
كجزيرة الطوق ونخلة والظهرة وموريان وجزيرتي الفشت وبكلان المأهولتين بالسكان. كل هذه الجزر لها أهمية بحرية كبيرة، استطاع الجيش الوطني السيطرة عليها منذ وقت مبكر مع بداية العملية العسكرية البحرية ضد الميليشيات الحوثية في ميدي، وهي ضمن المهمات القتالية لوحدات التشكيلة البحرية في المنطقة العسكرية الخامسة، وسط معاناة كبيرة يعيشها سكان هذه الجزر، حيث تكتم على كاهلهم الكثير من الأعباء التي تتمثل بانعدام الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وكذلك الافتقار إلى المشافي والمراكز الصحية، إضافة إلى ذلك إغلاق المدارس الحكومية ومغادرة المدرسين منذ بداية المواجهات، ناهيك عن انعدام الاتصالات وانقطاع التام عن التواصل بالعالم الخارجي. كذلك قامت الميليشيات الكهنوتية بقطع شبكة الاتصالات المحلية والهاتف النقال على أبناء الجزيرة قبل أن يسيطر الجيش الوطني عليها. نعاني كثير من هذه الأشياء، لا يوجد لدينا كادر صحي في الجزيرة مطلقا، في يعني صحيين في جزيرة الفشت، حتى إذا كان في هنا واحد مريض لا نستطيع أن نسعفه، لو في ولادة، لو في يعني مثلا لو قدر الله أي شيء، أي شخص أصيب فوق حجر سقط أو أي، لا نستطيع أن نسعفه في حينه. يمتهن غالبية السكان بهذه الجزيرة على الاصطياد الذي يعتبر مصدرهم الأساسي، الذي تعثر بشكل كبير بسبب المواجهات العسكرية القريبة منهم في سواحل اللوحية والخوبة، إضافة إلى الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيات الحوثية والتي عملت بشكل كبير على إعاقة الاصطياد لأبناء الجزيرة، إضافة إلى ذلك الحصار البحري الذي فرضته الميليشيات، حيث عملت على منع وصول البضائع من المدن القريبة إلى هذه المناطق. وجدنا شيئا غريب في البحر ولم نعرف ما هو، وعندما وجدنا دورية من إحدى دوريات الجيش الوطني دليناهم إلى هذا المكان وأخرجوه، وعرفنا أنه لغم بحري من ألغام ميليشيا الحوثي تم انتزاعها من قبل الجيش الوطني واستخراجها إلى هذا المكان، وفككوا كثير من الألغام وليست هذه الأولى فقط. ناقين احنا متحركين الآن. تظل ميليشيات الحوثي هي الداء الأكبر الذي أصاب اليمن برا وبحرا، ولم يقتصر جرمها على الجبال والسهول فقط، بل وصل إلى البحار والجزر، فمع استمرارية تواجد الألغام البحرية في الجزر والبحار تبقى مصدر خطر يهدد مصير الصيادين وكل الملاحة البحرية في البحر الأحمر، حتى ما يتم تحرير الشريط الساحلي ونزع كل الألغام التي زرعتها الميليشيات في جميع مناطق ربوع اليمن السعيد. لقناة اليمن اليوم، عبد العالم دحلان، محافظة حجة. حالة رعب وخوف وهلع وصلت إليها ميليشيات الحوثي الإرهابية حد قيامها بحذف القنوات من الفنادق والمستشفيات والمتنزهات التي تبث أخبار المقاومة المشتركة وتظهر انكسارات الميليشيات في مختلف الجبهات، بل إن الحالة وصل بها إلى تفتيش جوالات المواطنين وحث المجموعات الإخبارية التي تبث تلك الأخبار. حالة رعب وخوف وترقب وحذر تعيشها الميليشيات الإرهابية الحوثية كلما شعرت بدنو أجلها وقرب رحيلها وزوال عرشها الظالم الجاثم على صدور اليمنيين منذ حوالي 4 سنوات. هذه الحالات الهستيرية تنعكس في تصرفاتها وتخبطها كلما لاحت ساعة أفول نجمها، حيث قامت الميليشيات الإرهابية بإنزال فرق تفتيش إلى الفنادق والمستشفيات في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات لحذف القنوات التلفزيونية المناهضة لها، بل ووصلت حالة الرعب التي يعيشونها إلى انتهاك خصوصيات الناس وتفتيش هواتفهم في الشوارع، الأمر الذي انعكس سلبا على الحوثي وجماعته، فحاجز الخوف الذي ظل الحوثي وجلاوزته يبنونه على مدى 4 سنوات بدأ ينهدم ويؤول للسقوط بالكامل. بانزيلة. حالة التخبط الحوثية لم تقف عند هذا الحد، فقد حاولت ولا تزال تبث الشائعات بأنها تراقب جميع وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف والواتساب كي يعيش الناس حالة رعب وخوف، بينما في الحقيقة لا يستطيعون مراقبة الواتساب نهائيا إلا في حالة تم السطو على الهاتف وتفتيشه فقط. يوجهون البسطاء من الناس إلى محارق الموت دفاعا عن مشروعهم السلالي العنصري البغيض كي يدوموا حكاما على هذا الشعب، وإن كانوا أمام الحق ينهزمون وأمام الرجال الأبطال يندحرون. فيصل الشبيبي،
اليمن اليوم. وضعت قيادة وزارة الصحة التابعة للحوثيين بصنعاء شروطا مجحفة أمام الكادر الوظيفي للبقاء في وظائفهم بعد أن أصدرت الأسبوع الماضي قرارات بفصل 33 موظفا. ففي الوقت الذي تقوم فيه الجماعة الحوثية بمصادرة ونهب مخصصات الوزارة والعمل على تمكين أنصارها في المناصب الهامة، عمد وزير الميليشيا الحالي إلى وضع الموظفين بين خيارين كلاهما مر، إما الذهاب إلى الجبهة للقتال في صفوفهم أو البقاء في البيت ليصارعوا مرارة الموت مع أسرهم وأطفالهم. اقدمت ميليشيا الإجرام الحوثية على هدم منزل أسرة مكونة من امرأة وبناتها العشر وأطفالها الأربعة، وأصبحوا يبيتون في العراء بعد أن اقتادت الميليشيا أحد أبناء هذه الأسرة إلى السجن بشكل يظهر بشاعة هذه الجماعة وفظاعة جرائمها. كم معك أولاد؟ معي 10 بنات. ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان وليد الإبارة. مرحبا بك أخ وليد. مرحبا وسهلا بك. جرائم وانتهاكات متواصلة ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق المواطنين، أين تقف المنظمات الدولية من هذه الانتهاكات؟ أخ وليد تسمعني؟ أسمعك. تفضل. الحوثيون بلا شك كما ذكر التقارير اللي تم استعراضها هي بالفعل جريمة مفتوحة. الحوثية جريمة مكتملة الأركان ومستمرون منذ بداية هذه الحركة في 2004 إلى اليوم، وهم مستمرون في تنفيذ الجرائم تلو الجرائم حتى أصبح كل الشعب ضحية، ما بين قتيل أو جريح أو نازح أو مشرد. لا شك أن هناك عمل كبير جدا تقوم به المنظمات الدولية فيما يتعلق بالرصد وتوثيق هذه الجرائم، كل جرائم الحوثيين موثقة بشكل أكيد ومؤكد سواء من قبل وزارة حقوق الإنسان أو المنظمات المحلية أو المنظمات الدولية. لكن للأسف الشديد فيما يتعلق بالحماية تلك المنصوص عليها سواء في القانون الدولي لحقوق الإنسان أو المواثيق الدولية والقانون الدولي العام أيضا، لا يوجد الآن مبادرات دولية ضاغطة على الحوثيين بخصوص حماية المواطنين المدنيين العزل من جرائم هذه الميليشيات الإرهابية للأسف الشديد. نعم. ولا نزال نأمل أيضا في القريب القادم أن تكون استجابة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية أفضل مما هي عليها الآن، ولا شك بأن الضمير العالمي يوما ما لا يمكن أن تسقط كل هذه الجرائم، ولا يمكن أبدا أن تستمر هذه الميليشيات كجريمة مفتوحة. نعم.
الى ما لا نهايه. طيب اخ وليد، هنالك حمله ايضا وصلتنا تقارير ميدانيه ومعلومات تؤكد ان الميليشيات تنفذ حمله على اصحاب الفنادق والمنتجعات والمنتزهات وتقوم بحذف القنوات المناهضه لها، وصل ايضا حد الاستهتار بكل مواطن يمني ايضا في تفتيش الجوال الخاص ومعرفه مع من يتراسل من اخبار وما هي الاخبار اللي يتابعها. اين تقف ايضا المنظمات التي ذكرت من هذه التعسفات التي لم نسمع اي ادانه جراء ما ترتكب هذه الميليشيا؟ فيما يتعلق بالصحافه وحريه التعبير او الحق بالتعبير بشكل خاص، الحوثيون اجتزوا حرية التعبير بشكل كامل، تم مصادرات المؤسسات الإعلامية، تم إغلاق الصحف ونهبها أيضا ونهب مقراتها. أغلب الصحفيين اليمنيين إما في الداخل مقعدون في بيوتهم لا يستطيعون يمارسون حقهم في الكتابة والتعبير أو مزالة المهنة، والآخرون فروا إلى مناطق آمنة مثل عدن أو مأرب، وأيضا هناك يتواجد صحفيين كثير في بلدان عربية، وأيضا البعض منهم تقدم بالجو سياسي. إذا نحن نتحدث على ألا صحافة كليا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات بشكل كلي. وبالتأكيد أيضا وصل الحد بعد أن تم إغلاق الصوت الآخر أو منبر الصحافة بشكل كلي، وصل الحال إلى 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 انتهاك خصوصية المواطنين، وإلى إلى تفتيش مثل ما ذكرت، إلى تفتيش جوالات وإلى مصادرة حقهم بالتعبير. هذه جزئية من جزئيات كبيرة. نحن الآن نتحدث عن الحق في الحياة. لم يعد اليمنيين الواقعين تحت في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات لا يضمنون أنهم سيكونون في الغد أحياء. وتم انتهاك كرامتهم. حرية التعبير في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات يعتبر مطلب مثالي إلى حد كبير جدا، على الرغم أنه حق أصيل وثابت ولا يمكن أبدا أن يتخلى عنه شعبنا، خصوصا وأنه أحد تجليات الوحدة اليمنية في دستور 90 المجيد الذي نص على التعددية وحرية التعبير وحرية الصحافة، وهذا حق أصيل لا يمكن أبدا أن يتخلى عنه شعبنا. نحن الآن نتحدث عن الحق في الحياة. اليمنيين الآن هناك أزمة إنسانية كبيرة. طيب أخ وليد، ما هو الدور الذي قامت به أيضا وزارة حقوق الإنسان إزاء رصد هذه الجرائم وتقديمها وكشفها أمام المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المحلية والخارجية؟ حاليا الوزارة تقوم بالرصد وحضور الفعاليات الدولية وتقديم استعراض شامل في مجلس حقوق الإنسان في دورته في شهر 9 من كل عام، وايضا في دوراته اثناء دورات الانعقاد الروتينيه والعاديه التي تكون كل 3 اشهر. الان حاليا وزاره حقوق الانسان او وفد وزاره حقوق الانسان برئاسه وزير حقوق الانسان دكتور محمد عسكر متواجدين في جنيف، وهناك استعراض لتقارير شامله عن كل الانتهاكات منذ مطلع 2018 الى اليوم، سواء فيما يتعلق بالقتل وأيضا الإصابات وأيضا المنازل المخفين كثرا، حالات التعذيب، حالات ضحايا الألغام، كل هذه الحالات موثقة بشكل دقيق جدا ويتم استعراضها الآن أمام المجتمع الدولي. نأمل في شهر 9 في الانعقاد الحاسم، بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، هناك أيضا فريق دولي معني بالانتهاكات ايضا تم اقراره في الدوره 33 العام الماضي. كل هذا في شهر 9 سيتم استعراضه، وسنامل من القوى من المجتمع الدولي ان يتخذ اجراءات حاسمه تتعلق ب تقديم عقوبات كبيره على الصف الاول. طيب اخ وليد، امثال هذه الحاله التي شاهدتموها التي اقدمت ميليشيا الحوثي على هدم منزلها وتمتلك ربما 10 اطفال بين يعني بنات ومعظمهم وأطفال، كيف يمكن مساعدة أمثال هذه الحالة وكيف يتم التنسيق مع المنظمات الإغاثة الأخرى لإنقاذ هذه الأسرة وأمثالها من الانتهاكات الأخرى؟ بلا شك تسعى الوزارة بالإضافة إلى اللجنة العليا للإغاثة إلى دراسة الحالات واستقبال ورصد مثل هذه الحالات، وأيضا الرفع بها إلى المنظمات الدولية، سواء الوكالة الخمسة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المتخصصة بالإغاثة أو المنظمات المتخصصة مثل الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء العالمي إلى آخره. هذه المنظمات تقوم بدورها بتوفير الإيواء المناسب لهذه الأسر، وأيضا تقديم المعونات الغذائية العاجلة والصحية، ومن ثم أيضا نقلهم إلى مناطق إيواء النازحين
حتى تستطيعوا في المستقبل العودة إلى منازلهم. بالتأكيد الحكومة لا تستطيع أن توفر لهؤلاء منازل في الوقت الحالي، لكن هناك عمل مثل ما قلت لك عبارة عن إيواء إنساني تتكفل به المنظمات الدولية. أشكرك وأيضاً أشكرك الأستاذ وليد الأبارة مدير مركز الدراسات بوزارة حقوق الإنسان، كنت معي عبر الهاتف. النشرة مستمرة وتتابعنا بعد الفاصل. أكثر من 80% من مؤسسات القطاع الخاصة ضررت بسبب الحرب العبثية في اليمن. إن شاء الله اليوم ستنضمون إلى أخوانكم المقاتلين الأبطال في ساحل الغرب. كلكم أتيتوا هنا يجمعكم أيش؟ حب الوطن والدفاع عنه، حب الحرية للتخلص من سلطة الكهنوت. أتينا هنا لكي نستعيد حريتنا وكرامتنا. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وإن شاء الله نتجيب الحليل. شيع بالعاصمة صنعاء قثمان الشهيد الشاب وليد نبيل الفاضل وسط مشاعر ممزوقة بالحزن والأسى كون الجنة لا يزالون بعيدين عن يد العدالة. بقلوبي يعتصرها الألم ويملأها الحزن. شيع في العاصمة صنعاء قثمان الشاب وليد نبيل الفاضل الذي اغتيل في أحد شوارع العاصمة صنعاء ظلما وعدوانا. والد المقتول غدرا اعتذر للمواسين له في مصابه الجلل عن استقبال واجب العزاء حتى يتم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة كي ينالوا جزاءهم الرادع. واليوم احنا قررنا طبعا الدف والمجابرة أجلناها حتى نطمئن وجود عدالة. وليد الذي مكث 10 سنوات في أمريكا لم يكن يعلم أن بضعة أشهر في وطنه المختطف من قبل ميليشيات الحوثي قد تقرب أجله وتجعله جثة محمولة على الأكتاف. أنكى من ذلك والأمر هو تجميل هذه الجريمة القبيحة من قبل ما يسمى ببيان اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التي تسيطر عليها الميليشيات ضمن ذريعة لا يصدقها عاقل. والدة أجبرها على العودة لليمن ليعمق ارتباطها بالبلد فقط، ليعمق ارتباطها بالبلد ولا وقبل عدة شهور عاد من الولايات المتحدة للزواج. قضاء منها يمكن 3 إلى 4 أشهر في صنعاء فقط و 3 أو 4 أشهر في البلاد. فوجئت ببيان الشخصية، فوجئت ببيان اللجنة الأمنية والمصدر الأمني الذي استبق كل شيء ليعطي أحكاما يبرئ القتلة. كيف لشخص أن يعود من الولايات المتحدة ليتكسب وليتاجر بالمخدرات في اليمن؟ لا يعقل. صنعاء باتت مدينة موحشة في زمن الميليشيات مع كثرة المظالم، فيما المجرمون يسرحون ويمرحون دون رادع، لكن دماء وليد وكل المظلومين كفيلة بميلاد فجر جديد في وجه الظلم. وفي الملف الاقتصادي، دراسات اقتصادية تؤكد أن 83% من مؤسسات القطاع الخاص ضررت بسبب الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وارتفاع أسعار النفط بعد إعلان ليبيا القوة القاهرة ضد الجماعات المسلحة على موانئ نفطية. نبدأ جولتنا الاقتصادية محليا، حيث أظهرت نتائج دراسات ومسوحات ميدانية أجراها مركز الإعلام الاقتصادي في مختلف المحافظات اليمنية أن 83% من مؤسسات القطاع الخاص تضررت بسبب الحرب، فيما توقفت 47% منها بشكل كلي، كما أشارت إلى أن 21% من رؤوس الأموال الاستثمارية غادرت إلى الخارج من إجمالي المؤسسات.
ويواجه القطاع الخاص تحديات تعيق نشاطاته ومشاريعه، وخصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، لعل أبرزها الجمارك المتكررة التي استحدثتها في مناطق سيطرتها ورفع الضرائب، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على السيولة النقدية بسبب تسخير البنك في خدمة الجانب العسكري للأطراف المتصارعة، ما اضطر القطاع الخاص إلى التعامل مع السوق المصرفية البديل عبر الصرافين. قال رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة إدلب السورية إن الريف الشرقي للمحافظة يضم أكثر من 100 بلدة وقرية ومزرعة من محصولي القمح والشعير، يستأثر بنسبة تزيد على 35% من إجمالي إنتاج المحافظة، وتشكل عملية تسويق إنتاج المحصولين البالغ أكثر من 15,000 طن خطوة مهمة في استقطاب هذه الثروة الداعمة لاستقرار الأمن الغذائي والرافدة للاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل استمرار الحرب. قفزت أسعار النفط إلى مستويات عالية بعدما أعلنت ليبيا القوة القاهرة ضد الجماعات المسلحة التي تسيطر على مينائي الزويتينية والحريقة للنفط، وارتفع خام القياس العالمي برنت 41 سنتا ليصل إلى 77 دولارا و71 سنتا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس 57 سنتا مسجلا 74 دولارا و51 سنتا للبرميل، وزاد إنتاج منظمة أوبك 320,000 برميل يوميا في يونيو، وهو الأعلى منذ يناير 2018. قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك إن بمقدورها زيادة إنتاج النفط إلى 3,500,000 برميل يوميا بحلول نهاية العام 2018، من نحو 3,300,000 برميل يوميا في الوقت الحالي. وكان الرئيس الأمريكي هاجم أوبك وطالبها بضرورة التوقف عن التلاعب بأسواق النفط وتكثيف الضغط على السعودية حليفة الولايات المتحدة لزيادة الإمدادات من أجل تعويض انخفاض الصادرات من إيران. وأخيرا، تعهدت الحكومة اليابانية بتأمين ما بين 20 و22% من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول 2030، وأعلنت شركة تيبيكو اليابانية أنها تريد إعادة تحريك أعمال تشييد مفاعل النووي في الأرخبيل، بينما حددت نسبة الطاقة المتجددة بين 22 و24%، ومصادر الطاقة الأحفورية المكونة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي ب 56% لتظل الغالبية. كما تعهدت اليابان الحد بنسبة 80% من انبعاثاتها لغازات الدفيئة بين 2013 و2050، ما يتطلب جهودا مكثفة لتحقيق ذلك الهدف. ختام النشرة تذكير بعناوينها: المقاومة تؤمن الطريق الساحلي وتقيم نقاط تفتيش على امتداد الخط الساحلي والميليشيات تتخذ المدنيين ذراعا بشرية. معاناة المواطنين في الشريط الساحلي لميدي جراء ألغام الميليشيات ومنع الغذاء والدواء على السكان. هلع وخوف تعيشه الميليشيات يصل حد انتهاك الفنادق والمستشفيات وحذف القنوات المناهضة لها. نلتقيكم في نشرات قادمة.